السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. مقطع فيديو بعثوا لي واحد الاخوه قال لي شوف قدو الرؤساء الفرق الجزائريه كيفاش يخموا باش يحرزوا القاب سواء على الصعيد المحلي او القاري. رئيس فريق معروف عريق مولوديه الجزائر، رئيس تاعو اللي كان مختص في العاب القوه ولا رئيس مولودية الجزائر، رئيس فريق مولودية الجزائر لكرة القدم، يطلق تصريح خارق للعادة. إذن أنا صراحة انبهرت. مع مولودية عندنا 11 سنة ما ربحناش، اللي ما عرفوش تاريخ تاع مولودية أنا كنت هذا بدري، أنا سمعوش خليني من الكوب دالجيري، أنا ذاك الشامبيون هذا، اللي حاب يوري لي تاع الصح بلي راهو يكيب يربح لي شامبيون دالجيري، سي با تربح لي بتي. أنا نقول خليني نكمل، خليني نكمل، ما يكسرش مولودية، مولودية ما تكسرش الصف في التفكير تاعك أنت لك كنت حاب تقول. لا مولودية هذا ديك بيرسي مرابية يعني مثله مثل الأهلي مش كارتي، نوعا ما نفهم المولودية نو. في الرياضة ما كاش شكاني تيتر صف لك الرك سحان في الرياضة تهضر مع مدرب وتهضر مع رياضي وراك تهضر مع أحسن رياضي جزائري كل الرياضات في كل الرياضات أحسن رياضي جزائري. على بالي بلي كنت عداء وديرت وديت ألقاء في السبعينات وثمانية وسبعين وكنت مدرب نوردين مورسلي مي بصح الشيء اللي دوخني قال لك ما كانش تتويجات يعني استمرار في التتويجات. اوكي ما كانش استمرار في التتويجات. اوكي هذا راني معليش كل شيء نعطيك بالارقام، انا ما نعطيكش كلام من اجل الكلام وكذا وبلا بلا بلا بلا. نعطيك نادي افريقي عربي وما في لعب في الشامبيونز ليغ وتعرفوا النادي الاهلي المصري، نعطيك العوام الاخرى بركه، ما نعطيكش سنوات من الخمسينات والستينات والثمانين، نعطيك العوام الاخرى بركه. شوف 2016 17 هذا من التتويجات تاع البطوله تاع البطوله المصريه، تتويجات 16 2016 17 18 19 و20 و2020 هذو هما التتويجات. يعني البالماريس تاع الاهلي المصري لو ريكور تاع الشامبيونا 2016 17 18 19 20 خمس سنوات متتاليه. كيف تقول لي انت فريق جيبوا لي الفريق اللي دائما يدي تتويجات متتاليه؟ كارثه. والادهى والامر انا الشيء اللي ما فهمتوش انهم الصحفيين يعني مش حاجه معجزه على الديرون، انتم اللي تعرفوا نورمالمون احصائيات وتعرفوا الارقام وتعرفوا الحوايج هذه، قولوا له يا مسيو عمار ابراهيميه كاين فرق سواء ترجي تونسي سواء الاهلي المصري عندهم العديد من الالقاب والتكرار تكرار التتويجات خاصه في البطولات المحليه تاع بلادهم. مين بصح والو هاو يقول لكم ما كانش منها. انا ما فهمتش انا هذو رؤساء الفرق هذا وين كوكب عايشين فيه؟ وين كوكب عايشين فيه؟ حبيت نفهم برك. التصريح الثاني ما عندناش اوبجيكتيف تاع نربح تيتر، راح نكتبها عندي اوبجيكتيف. احنا عندنا ما عندناش اوبجيكتيف تاع نربح تيتر، راح نكتبها عندي اوبجيكتيف. احنا عندنا بروغرام مولوديه فاهمين تريبي غير ما تخليهمش اللي متفاهم معاهم انا باش نعمل اجتماعات. استراتيجيه انا قلت لك راح تبنى داخل المولودية استراتيجية راح نبنيو على أسس ليست هشة تاع كل سنة نكذبوا على الناس ونبدأ نقول لهم راح نجيبوا لكم التيتر. يا المناصر الحقيقيين السنة المقبلة إن شاء الله ما عندناش أوبجيكتيف تاع تيتر، عندنا أوبجيكتيف تاع بناء. أوكي الأوبجيكتيف تاع بناء، ما عندكش الأوبجيكتيف تاع تيتر، يعني ما عندكش طموح أو هدف باش تدي البطولة الجزائرية. اوكي بطولة جزائرية هذه صعيبة؟ صعيبة بطولة جزائرية ما يقدرش يدي بطولة؟ وش هي بطولة جزائرية؟ وش هي؟ قول لي وش هي؟ وش هي صعيبة؟ المكيب المخيرة في البطولة الجزائرية أقصى حد تاعها ما تلحقش نصف النهائي، أقصى حد هذا لا لحقت الشامبيونز ليغ تاع الأفريك. بطولة تديها وأنت مغمض عينيك، بطولة الجزائرية تديها ومغمض عينيك، نعطيك بالبروف. ريكريتمون جيب لاعبين ملاح، جيب مدرب مليح وما تدخلوش في الخدمه تاعو والستاف نتاعو والونتوراج اللي داير بيك، تتحكم في اللونتوراج وفي المحيط مليح تدي البطوله هذه. انا حير ما نوعدكمش باللي نديك البطوله، ما نشرح نلعب ولا بلاش راك تلعب
حنا الاولاد الصغار نعلموهم بلي عندهم طموح في الحياه، طموح في الحياه العمليه نتاعهم، طموح في الحياه الرياضيه نتاعهم. تجيب طفل صغير تقول له واش حاب تكبر، واش حاب تولي، يقول لك حاب نولي انا مش عارف انا كيما محرز مثلا، نحب نولي كيما رونالدو، مثال يعني امثله. تجي تقول لهم انت الطموح ما كانش بطوله، ما كانش بطوله، ما كانش، وراكم تلعبوا انا نكونوا فريق الخليفي تاع باريس سان جيرمان. كي جا باريس سان جيرمان ما كان والو، باريس سان جيرمان ما جا بطولات، ما كان والو، ما داش اكاديميه ولي جان، وتم جاب لي جوار لي ستار، شرا لي جوار لي ستار الملاح، وبعدها بدا يدير بطوله وبدا يوجد الاكاديميه نتاعو، يوجد لي كاتيجوري لي جان تاعو تاع الايديسات والايفاو، ويطلع فيهم بشويه. بصح بدا الساعه بدا بالاساس، ومن بعدها خدم لي جان حتى ما كان والو. جاي تقول لهم ما كانش شامبيونه وماناش حنلعبوا على الشامبيونه، من علاش تلعب؟ تصريح يعني كارثي، كارثي باتم معنى الكلمه في حياتي، يعني لدرجه تشوف رؤساء الفرق الجزائريه ما عرفوش يسيروا وداخلين في الهويه وما يهدروش التصريح هذا. وزيد يا يعني نعرف حاجه، انا راني خذوني على قد عقلي، خذوني على قد عقلي، يا راك غلط راني غلط، قولوا يا راك غلط في الكومنتير. كرة اليد عندها ماليها تاع كرة اليد، وكرة السلة عندها ماليها تاع كرة السلة، وألعاب القوة عندها ماليها تاع ألعاب القوة، وكرة القدم ماشي نجيبوا ألعاب القوة تسير كرة القدم، والفهم يفهم. أنا هذه نفس الشيء نعرفه، ما نتفلسفش، أنا هذا الشيء نعرفه. الإداري يبقى إداري، والجانب اللي عنده علاقة بالجانب الرياضي يبقى رياضي. هذا واش نعرف؟ أنا هذا واش نعرف؟ جي تقول لي جيبوا لي الفريق اللي عنده 11، جيبوا لي الفريق اللي عنده واسمه تتويجات متتاليه. هاني قلت لك الاهلي غير السنوات الاخير 5 تتويجات مور بعضها، ماشي معجزه يا البطوله الجزائريه، ماشي معجزه يا ناس، راه البطوله الجزائريه اي واحد يقدر يدي البطوله. واش تطلب، واش تطلب البطوله الجزائريه؟ مدرب مليح، قلت لكم لاعبين، استقطاب لاعبين ملاح، ولا ما تدخلش في العمل نتاع المدرب، والمحيط نتاعك تتحكم فيه برك. هذا ما كان، هذا ما كان، راهي مش معجزات تدي البطوله الجزائريه. واش هي البطوله الجزائريه؟ واش هي، واش هي البطوله الجزائريه؟ البطوله الجزائريه ما خرجتكش فريق يدي لك 4-5 مرات الشامبيونز ليغ، هذه تهضر عليها بطوله وتصعبوا فيها وما نقدرش وما نقدر. لا ما تقدرش يا اخي، كاين الاموال، كاين السوناطرا، كاين الدرام، كاين كلش، كاين الا ما تقدرش تدي بطوله ما تقدرش. قال يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قال اسمحوا لي يا ناس انا خاطيني، اسمحوا لي يا ناس انا خاطيني، ما عنديش علاقه، انا نبقى في العاب القوه لمالها، تبقى في العاب القوه معزز مكرم، لان هذا اختصاصك وهذا الشيء اللي راك متفوق فيه. اما كره القدم خاطياتك مش عيب، رانا فينا في الجزائر طبيعه، ما حبيتش، ما فهمتش انا. اللي ما يقدرش على حاجه يبازي عليها باللي راه هو المعلم نتاع كلش. تجيب جونز دوك عاد فينا طبيعه، حتى في لي جون صغار تجيبو يلعب، قول وليدي تلعب ديفونس، يقول لك نلعب كلش، غارديان نلعب، مليون نلعب ديفونس نلعب كلش. حتى هذوما انت العب قوه، ابقى في العاب قوه، لازم بالقوه تعرف في كره القدم. لا، كل واحد والمجال نتاعو، وكل واحد والتخصص نتاعو، وكل واحد واش عطاه ربي. ما نعدوش كيما هكا. بطولة جزائرية ما تقدرش نديها. بطولة جزائرية قلت لك ما خرجتلكش فريق يلعب نصف النهائي ما وصلش. هذه ما نقدرش نديها البطولة هذه. نديها مغمض عينيا. نوفر شروط ندي البطولة الجزائرية. هذا ما كان. هذا ما كان، ماشي معجزة. ماشي معجزة. خسر البطولة الجزائرية، ماشي معجزة. سيغراف انصار المولوديه، انصار المولوديه هاوليكم بالبريف، قال لكم ما كان، انساو اللعبه على الشامبيون، ما كانش بطوله، بطوله تاع لا ليغا ولا بطوله تاع البريمير ليغ تاع الجزائر، انساو باش تدوها البريمير ليغ، مش بيك حاجه صعيبه. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.